قبور تنقسم إلى ثلاثة أقسام. قبرم ويكوطن زيارة قبور جوائر هرش وزيوغوش. الأول زيارة شرعية. يا بدد زيارة شريعة خطراس. أن ينوي بهذه الزيارة أن يتذكر الموت، يتذكر الحساب، يتذكر العودة إلى الله سبحانه وتعالى. أما شامو شكوام دي ويقومي سنهوي فانغر ويقبغت جنر أخرى تروي قبغت جنر أراش. ينوي بهذه الزيارة الدعاء له وللأموات. أبي يقوم يسن فيش أزيارة مقفاتو يزمش حاجة دعاء يسنو صاخمش حاجة دعاء يسنو. لا يسافر لزيارة القبور. زشبا وقنر مسافر وشتنر زقخقورم مسافر وشتنر أر خنؤم أر يدأم. إن نوى بهذه الزيارة دعاء الأموات من دون الله هذه زيارة شركية نسأل العافية السلام، بل هي الشرك الأكبر. زيارة قرم يوجي حاو أب يقو ميسر أطلام ديكو أوزقر شيسا أنو أر شركوشت زيارة شركية وشت الحمد شيخوما. وإن نوى بهذه الزيارة دعاء الله عند الأموات كان يدعو مثلا عند الأموات أن الله يرزق زوجة صالحة مثلا. أودو قبرم يغنغو هل حشوم يسأنو أو قبرم يغنغو سيسأوار جزء أم فهذه زيارة بدعية. زيارة بدعية يبجأ.